مسلسلات المفروض تتعرض بره رمضان ونفسي انها تتوزع. هل المعلنين متهيئ لهم؟ انا دارس تسويق وترويج اعلاني، ده تخصصي اصلا في الدراسه. هل انت معتقد ان ان ان, إن السلعه بتروج لها احسن في رمضان؟ لا طبعا. انت في ساعات سلع بتاخد انت ضدها مردود سلبي لانك بتخنقني وانا بتفرج، كل ما اشوفك عندي في ذاكرتي ان انت اول ما يظهر الاعلان ده يبقى المسلسلات مش هنكملها. ده مردود لازم في حاجه اسمها قياس الراي في الاستطلاع قبل ما بتعمل بحث ميداني عن السلعه اللي بتقدم لها وطريقه الاعلان عنها. لا انت كده بتفقد كتير، بينما انت لو وزعت على السنه كلها ميزانيتك دي هتكسب اكتر. ميزانيه الاعلان اللي بتبقى اغلى، الساعه اغلى في رمضان ده كل ده بيبقى الشركات هي اللي بتعمل ده، يعني شركات الدعايه وليس الشركه المعلنه. موسم ايه؟ موسم ايه؟ هل انت بتستخدم يعني، هل رمضان معمول عشان السمنه مثلا؟ هل الناس ما بتتكلمش في التليفونات غير في رمضان؟ فبنعمل اعلانات؟ لا احنا حولنا. انا فاكر ان رمضان ده وانا صغير كنا احنا مقضيينها يا في الجامع يا في هو في مسلسل بنتفرج عليه وطول النهار بنحاول ازاي اقضي اليوم عشان الصيام يعدي و و و و و فجاه بقى رمضان كده يعني؟ لا دي عمليه رجال الاقتصاد هم اللي عاملين ده. ومين اللي بيصرف على المسلسلات؟ يعني مثلا كل شويه على الفيسبوك يقول لك المليارات دي، ما مش فلوسكم يعني على فكره، ولا فلوس الدوله على فكره، مش الدوله بتنتجش، دي رجال اعمال بيصرفوا.